هل يقتل الكلب الأسود على كل حال؟ وهل هذا الفعل وجوبا؟ الكلب الأسود يقطع الصلاة، الأسود البهيم، ولا الكلب اللي يقتل هو العقور. قال صلى الله عليه وسلم: خمس يقتلن الحل والحرم، وذكر منهن الكلب العقور. أما الكلب الأسود أنه يقتل ما أدري، إنما ورد أنه يقطع الصلاة، من الثلاثة يقطعون الصلاة: الكلب والمرأة والحمار. الكلب الأسود البهيم، يعني الخالص الذي ليس فيه لون غير السواد. نعم.